وده بقى الجزء الثاني من لقاء النهارده، واحنا كنا بنتكلم عن الاجهزه اللي بتستخدم، وقلنا عامه في عندنا بعض الاجهزه اللي بتستخدم في كارير الالكتروني زي الكاميرات الرقميه طبعا، واجهزه الاستماع للموسيقى طبعا زي الام بي سي والام بي 4، وطبعا برضه بعض البرامج اللي بتستخدم في مشاهده الافلام، لان بتبقى الاجهزه دي بتبقى بتحتوي على يعني بيسموها الذاكره. الذاكره دي ذات نفسها بتستخدم دليل كدليل الكتروني، واقدر احلل الدليل الالكتروني طبعا واستخدمه في كدليل من ادله الاثبات في الجريمه اللي محل التحقيق طبعا. زي ما احنا قلنا طبعا في عندنا برضه بعض الوحدات التخزين اللي هي المحموله زي الهارد ديسك طبعا والفلاش ديسك، بيبقى موجود عليها برضه بعض البرامج اقدر احللها واستخلص منها الدليل الالكتروني، زي مثلا السيم كارد ذات نفسه اللي هو الخط اللي موجود معاك اللي هو الشريحه اللي موجوده معاك على التليفون دي، بتحتوي برضه على دليل الكتروني على اساس ان هي بتبقى فيها الذاكره اللي هي بيسموها الرام. الرام دوت بقدر احلله واقدر اعالجه واقدر استخرج منه بعض المعلومات اللي اقدر استخدمها كدليل الكتروني طبعا. وعندنا برضه بعض يعني في خدمات بخزن عليها البيانات بيسموها الكلاود درايف. دي الكلاود درايف دي اللي انا برفع عليها بعض البيانات زي ما احنا عارفين من المواقع، واخزن عليها بعض البرامج والمعلومات، وبناء عليه اقدر ان انا يعني اعمل معالجه للمواقع والخوادم الخارجيه دي، واقدر استخلص منها بعض الادله الالكترونيه سواء كانت بقى البرامج ديت او المواقع ديت اللي بيتم رفع بعض البرامج عليها سواء كانت مجانيه او بمقابل مادي يعني. تمام، على اساس برضه ان انا اقدر ان انا اوفر بعض المساحات التخزينيه على الكمبيوتر العادي بتاعي، وبناء عليه ارفع بعض البيانات دي على خوادم خارجيه واقدر استخدمها بعد كده، واحافظ في نفس الوقت واوفر على المساحه التخزينيه للجهاز الكمبيوتر العادي بتاعي. تمام، وهنتكلم بقى عن جهاز الكمبيوتر طبعا. زي ما احنا عارفين طبعا الكمبيوتر الشخصي هو بيبقى بيحتوي على بعض الادله الرقميه، واقدر اتحصل منه بعض الادله الماديه من خلال برضه بعض استخدام بعض العمليات من استخلاص البيانات دي والمعلومات عن طريق معالجه البيانات زي ما احنا قلنا عن طريق البروسيسور، وبناء عليه اقدر احصل من جهاز الكمبيوتر دوت او التليفون على المعلومات اللي احنا قلنا هي عباره عن بعض البيانات اللي هي بتبقى عباره عن ماده خام اقدر اعالجها واستخدمها كمعلومات وتعتبر كدليل الكتروني، واقدر برضه في نفس الوقت ان انا احصل على بعض المعلومات دي من خلال الشبكات الالكترونيه عن طريق برضه بعض البرامج عن طريق الاي بي بتاع المستخدم نفسه، اقدر اوصل لتلك المعلومات واستخدمها كدليل الكتروني ضد الشخص نفسه سواء كان تم مثلا بسرقه بعض البيانات او المعلومات وتم رفعها على الشبكه العنكبوتيه، فانا اقدر استخدم بعض البرامج واقوم باستخلاص الدليل من شبكه المعلومات الالكترونيه، وبناء عليه يعتبر هنا دليل الكتروني، وبناء عليه اقدر اتصفح حتى ده مستخدم عادي طبعا لشبكه الانترنت طبعا. وبعض المواقع بتقوم برضه بارسال بعض الملفات، ويقوم بتوزيع الملفات مؤقتا عن طريق الشبكه المعلوماتيه، وبناء عليه بيسموها الملفات دي بيسموها كوبيز يعني، اللي هي بترسلها بعض المواقع يقدروا يتتبعوا الشخص اللي هو دخل على الموقع دوت، ويقدروا يبعتوا له بعض الملفات ويقدروا يعرفوا اذا كان دخل الموقع امتى او خرج منه امتى، واقدر بناء عليه انا كباحث او كخبير الكتروني اقدر اعرف ان المجرم دوت دخل على الموقع ده امتى واستخدم برامج ايه. يعني الموضوع بيحتاج برضه الى بعض الخبراء الفنيين، ولكن يعني بعض المواقع بتستخدم ملفات مؤقته بيسموها كوبيز دي علشان برضه يقدروا يعرفوا مدى استخدام بعض المستخدمين الموقع بتاعهم، ويقدروا يشيلوا بعض المعلومات ويستفيدوا من تواجدهم على الموقع بتاعهم. تمام، وعندنا برضه بعض الاجهزه الرقميه المحموله زي ما احنا قلنا طبعا. طبعا بعد الثوره المعلوماتيه انتشرت في الوقت الحالي طبعا، وطبعا بيؤدي انتاج الاجهزه الرقميه ديت طبعا وباع وباسعار زهيده طبعا.
بتبقى اسعار رخيصه طبعا ومنتشره بصوره كده في العالم كله. وزي ما احنا قلنا ان الاجهزه الرقميه دي عباره عن الكمبيوتر اللاوعي اللي هو التابلت او الهاتف المحمول ذات نفسه، بيبقى فيه برضه بيجمع بين خواص الكمبيوتر الشخصي اللي هو الكمبيوتر العادي، ويكون برضه موجود فيه كاميرا اقدر استخدمها او اقدر اسجل بعض الاصوات، او يكون الكمبيوتر دوت يعني في معالج، بيسموه بروسيسور طبعا، او بيبقى فيه بيحتوي على ذاكره او برضه يعني جزء لتسجيل بعض الاصوات او تشغيل الفيديوهات. وفي نفس الوقت اقدر استخدم السماعه بتاعه الودن بتاعي من خلال الاجهزه الهاتف المحمول. تمام، قلنا ان بعض الاجهزه الرقميه طبعا بيكون فيها اللي هي الذاكره العشوائيه الرام دي، تمام، واقدر انا اخزن عليها بعض المعلومات، وتقدر شبكات المحمول طبعا تستخدم وحدات التخزين دي من خلال بقى اللي هي بيسموها السيم كارد، اللي هي البطاقه بتاعت الذاكره ذات نفسها، تمام، وتقدر تحللها وتعالجها وتقدر تعرف معلومات عن الشخص اللي هو مستخدم الرام بتاعته او اللي هي الشريحه بتاعت التليفون ذات نفسها من خلال شركه الاتصالات، تمام. وبناء عليه زي ما احنا قلنا ان بعض الاجهزه بتحتوي على اماكن لتخزين المعلومات الشخصيه، ولكن الاجهزه الالكترونيه طبعا زي ما احنا قلنا بتجمع بين المصدر الالكتروني والدليل المادي في نفس الوقت، على اساس ان انا اقدر اتحصل منها على الدليل الالكتروني. وزي ما احنا قلنا برضه في بعض الانواع المتخصصه من الاجهزه المحموله بيبقى استخدم فيها مثلا فيها ام بي سي طبعا، اللي هو عباره عن مشغل الموسيقى طبعا، او مشغل موسيقى رقمي، او بعض البرامج بتستخدم لقراءه الكتب الالكترونيه من خلال بعض الابس الموجوده على اللي هو التليفون المحمول او التليفون الرقمي بتاع حضرتك، من خلال برضه بعض التقنيات اللي هي اللاسلكيه اللي انا اقدر استخدمها واحصل على بعض البيانات من الهاتف او الجهاز الرقمي. تمام، وقلنا الاجهزه الرقميه بتحتوي على ادله طبعا اوسع نطاقا من الاجهزه العاديه طبعا. تمام، لان يعني طبعا قلنا ان البيانات ديت اللي ممكن ان احصل عليها من خلال الهاتف المحمول بتختلف من جهاز لاخر حسب الامكانيات بتاعته، من تليفون عادي لسمارت فون لاجهزه تابلت لاجهزه كمبيوتر مكتبي او كمبيوتر عادي. تمام، وزي ما احنا قلنا طبعا ان الهاتف المحمول او الهاتف العادي طبعا تطور واصبح هاتف ذكي طبعا، ويمكن برضه ان انا يعني في بعض البيانات اقدر استخدمها من خلال مثلا ارسال بعض الوسائل الالكترونيه، واستخدمها من خلال الاجهزه دي تقدر تساعد برضه في التحقيق عن بعض البرامج الالكترونيه من خلال بعض الرسائل اللي بترسل من خلال التليفون او الهاتف المحمول. وزي ما احنا قلنا طبعا ان بعض التشريعات المقارنه بتستخدم ضوابط على اساسها اقدر استخلص الدليل الرقمي من خلال اجهزه الهاتف المحمول او الكمبيوتر المكتبي او الكمبيوتر اللي هو المحمول اللي هو بيسموه التابلت. تمام، وبناء عليه اقدر احدد المجرم واقدر اعرف اذا كان متواجد في مكان الجريمه او مش متواجد في مكان الجريمه، زي برضو بعض الاحكام اللي صدرت من المحكمه الامريكيه اللي كانت بتوجب على تفتيش الهاتف المحمول لازم يبقى فيه مذكره تفتيش، زي ما احنا هنشوف بعد كده ان شاء الله في القانون الامريكي. وكان في عندهم قاعده اساسيه بتقول جواز التفتيش يعني كلما جاز القبض كلما جاز التفتيش، هذه قاعده اساسيه عندهم. ولكن طبعا ان الهاتف المحمول ما كانتش تنطبق عليه القاعده دي الا اذا كان موجود في حوزه المتهم اللي هو تم القبض عليه طبعا، لانه بيتم الحصول على المعلومات دي من خلال الهاتف المحمول. وهنشوف بعض القضايا ان شاء الله لما نتكلم عن المراقبه الالكترونيه في القانون الامريكي. تمام، وهنتكلم بقى عن بعض البرامج والتطبيقات. زي ما احنا قلنا في عندنا برامج اقدر استخدمها على الجهاز الرقمي بتاعي عشان اقدر اعمل بعض العمليات، مثلا زي جهاز او برنامج الاكسل طبعا او الوورد اللي انا بكتب عليه،
أول إكسل اللي أقدر أجمع عليه مثلا درجات الطلبة مثلا أو بعض المعلومات عن الموظفين في شركة معينة، أقدر أستخدم البرنامج دوت أو أستخدم بعض التطبيقات زي ما إحنا قلنا مثلا زي برنامج الفيسبوك أو برنامج الواتساب، أقدر أعمل عليه برضه بعض المحادثات الصوتية والمسجلة والمرئية. وعندنا نوعين من البرامج زي ما احنا قلنا، في برامج بتبقى الاساس فيها ان هي بتقوم على نظام اداره الجهاز نفسه زي برنامج الويندوز مثلا، البرنامج هو اقدر ادير بيه الجهاز بتاعي واقدر استخدمه كمستخدم عادي. وفي عندنا برضو بعض البرامج والتطبيقات اللي انا اقدر استخدمها ك مثلا اعرض فيديو معين او اقدر استخدم بعض المعالج او وحدات الادخال عن طريق مثلا البلوتوث مثلا استخدمها مثلا، واقدر اتواصل مع الشبكات المعلوماتيه عن طريق الانترنت، ومن خلال برضه استخدام بعض الملفات دي اقدر استخدمها من خلال الكمبيوتر بتاعي واتواصل عن طريق الانترنت باجهزه اخرى او عن طريق مثلا برنامج اللي هو البلوتوث. طبعا اقدر احول بعض البرامج من الكمبيوتر العادي الى التليفون بتاعي، وعلى العكس اقدر استخدم برضه بعض البرامج لنقل البيانات والمعلومات من التليفون الى الجهاز الكمبيوتر العادي. تمام. وبناء عليه برضه عندنا في بعض البرامج والتطبيقات اللي المستخدم يقدر يستخدمها زي برامج الكتابه زي ما احنا قلنا، زي برنامج الوورد طبعا، وتصفح الشبكات الانترنت زي ما احنا قلنا زي الانترنت اكسبلور مثلا، وفي عندنا برامج التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك والبريد الالكتروني طبعا زي الياهو والجيميل، اقدر استخدم التطبيقات دي في التواصل وارسال المعلومات والبريد الالكتروني، وبناء عليه بيتم التواصل مع الاشخاص واجراء المعاملات التجاريه. وزي ما احنا قلنا طبعا بالنسبه لشبكه الانترنت ذات نفسها بيبقى لها اهميه طبعا للحصول على الرقم ذات نفسه للاثبات الكيميائي. تمام. بالنسبه بقى لشبكه الانترنت ذات نفسها زي ما احنا قلنا طبعا هي مصدر اساسي للاجهزه الرقميه اللي انا ممكن استخدمها طبعا واحصل على البريد الالكتروني، واقدر يعني استخدمها وعالجها واحصل على البريد الالكتروني من خلال مثلا بعض مواقع التواصل الاجتماعي زي ما احنا قلنا زي موقع الفيسبوك، اقدر ادخل من خلال الانترنت واتواصل مع بعض عن طريق الشات او الرسائل وغرف الدردشه سواء كانت صوتيه او عن طريق الفيديو. تمام. وزي ما احنا قلنا برضو ان المستخدم العادي يقدر يستخدم بعض البرامج للتواصل من خلالها عن طريق مثلا برنامج زي الواتساب من خلال شبكه الانترنت. تمام. وقلنا ان انا اقدر ان انا احصل على بعض المعلومات عن طريق اللي هو الاي بي اللي هو عنوان الموقع اللي بيتم للشخص الدخول منه على شبكة المعلومات، وده بيتم عن طريق الخبراء المتخصصين والفنيين للحصول على المعلومات للشخص اللي بيقوم بالدخول إلى شبكة الإنترنت ويقوم بالتحصل على المعلومات سواء باستخدام طرق شرعية أو طرق غير شرعية. وبناء عليه برضه زي ما احنا قلنا في بعض البرامج والحكومات زي الويب الأمريكية استخدمت برنامج اسمه تور بروجكت، طبعا ده كان في البداية الدولة زي الولايات المتحدة الأمريكية كانت بتستخدم البرنامج دوت وقاموا بتطويره طبعا على أساس برضه إن هم يتحصلوا على معلومات سرية عن طريق شبكة المعلومات العنكبوتية طبعا، وبناء عليه طبعا يعني أصبح البرنامج دوت سهل ويسير ويمكن شراؤه من السوق بمبلغ زهيد. ومع الوقت طبعا اعتبروا ان البرنامج دوت طبعا من برامج التنصب وان محظور استخدامها في الولايات المتحده الامريكيه زي ما احنا قلنا. برضو في عندنا برضو كان بعض الشبكات السفليه اللي بتستخدم انشطه اجراميه طبعا زي ابيار مشهور عندنا اللي هو طريق الحرير طبعا، بيستخدموا عليه من خلال برضو استخدام طرق غير مشروعه زي غسيل الاموال وتبادل بعض اللي هي بيسموها بيتكوينز اللي هي العملات الالكترونيه. وكان اشهر القضايا اللي هو كانت قضيه طريق الحرير، طبعا حضرتك طبعا مش هتقدر تشوف اللي هو الموقع ده اسمه طريق الحرير طبعا لان بيستخدموه
في تجارة تجارة غسيل الأموال، أو تجارة غير مشروعة زي تجارة الأعضاء البشرية أو تجارة المخدرات. وده يعني موقع خافي أصلاً، مش أي حد يقدر يوصل له، وكانوا بيستخدموه في تجارة العملات الإلكترونية اللي بتستخدم في تجارة الأعضاء البشرية وتجارة المخدرات. تمام؟ وإذا هنتكلم بقى عن موضوع التحليل الإلكتروني ذات نفسه، وهنفرق بين البيانات والمعلومات. زي ما احنا قلنا ان البيانات دي هي عباره عن الماده الخام اللي بتستخدم في الحصول على المعلومات، وهي بتكون عباره عن الارقام والاقوال والشفرات والحروف والرموز والاشارات والصور والاصوات. وزي ما احنا عارفين برضه بعض المعلومات بتبقى عباره هي نتاج لمعالجه البيانات، زي ما احنا قلنا عن طريق البروسيسور. اقدر استخدم المعالج اللي هو موجود على الجهاز الكمبيوتر العادي من خلال وحدات الادخال، واقدر احصل على بيانات بمعالجتها عن طريق المعالجه الالكترونيه، بعض الشرائح الالكترونيه، وبناء عليه تصبح البيانات دي عباره عن معلومات يمكن تبنيتها، زي ما احنا قلنا اللي هو عباره عن الدليل التنظري اللي اقدر اشوفه واقدر استخدمه واقدر انسخه على ورق مطبوع واقدر اشوفه على الداتا شو او اشوفه كفيديو او كمعلومات مرئيه. تمام؟ وقلنا البيانات زي ما احنا قلنا هي الداتا الخام اللي هي بتبقى اساس المعلومات، وبناء عليه بيتم معالجتها وتعتبر عن وحده تستخدم من خلال وحده الافراد دي، زي ما احنا قلنا عن طريق الاله الطابعه او الداتا شو. تمام؟ وهنتكلم بقى عن انواع البيانات ذات نفسها. زي ما احنا قلنا في عندنا بيانات شخصيه وفي عندنا بيانات حكوميه. البيانات الشخصيه زي ما احنا قلنا اللي هي بيقدر يحددها عن الشخص الطبيعي، وبتكون بطريق مباشر او بطريق غير مباشر. وفي عندنا بقى البيانات الحكوميه زي الهيئات المستقله والاجهزه الرقابيه والبنوك، وبناء عليه نقدر نعرف من خلالها من خلال استخدامات الشبكه المعلوماتيه، وبناء عليه اقدر اعرف بعض المعلومات من خلال الانترنت عن بعض الحكومات او عن طريق البورصه مثلا. اقدر اخش على موقع معين اعرف بعض البيانات عن تداول العملات الاجنبيه. تمام؟ وفي عندنا حاجه اسمها الساعه. الساعه دي رقميه بتبقى موجوده على الجهاز عند حضرتك، وبناء عليه تقدر تعرف منها توقيت معين واقدر اعرف منه اذا كان المتهم او الشخص في محل التحقيق دوت كان متواجد في مكان الجريمه او غير متواجد. تمام؟ وكان برضه لها وظيفه ثانيه طبعا، بعض اجهزه الكمبيوتر طبعا بتستخدمها طبعا على اساس ان هي اقدر احدد الوقت عن طريق شبكه الانترنت، تكون الساعه دي متصله بشبكه الانترنت فتقدر تحدد لنا التوقيت والساعه والمكان الجغرافي، وتقدر تستخدمها بعض جهات التحقيق كوسيله من وسائل او دليل من الالكتروني. تمام؟ وزي ما احنا قلنا طبعا في عندنا حاجه اسمها خاتم الوقت. خاتم الوقت دوت بيبقى عباره عن زي نظام الساعه كده في الاجهزه الالكترونيه طبعا طبعا، واقدر احدد منه الوقت على اساسه اقدر احدد الدليل الالكتروني، وبيكون نظام التشغيل استخدام الوقت طبعا والتاريخ على اساسه بحدد الاشاره لتسجيل بعض الاحداث، واقوم بانشاء برضه بعض الملفات وعلى اساسه برضه اقوم بتعديل الملفات يعني. تمام؟ وزي ما احنا قلنا طبعا في عندنا الذاكره وفي عندنا التخزين. الذاكره اللي بيسموها الرام طبعا ده موجود برضه، بتبقى عباره عن شريحه الكترونيه موجوده على كافه الاجهزه سواء اجهزه الكمبيوتر العادي او التليفون المحمول. وبعدنا برامج التشغيل طبعا، واقدر احصل منها على بعض البيانات او المعلومات عن طريق وحدات التخزين طبعا. في عندنا حاجه اسمها الذاكره العشوائيه اللي هي الرام ديت، وبتبقى عباره عن رقائق الكترونيه زي ما احنا قلنا اقدر اخزن عليها معلومات، زي مثلا اكتب مثلا على ملف وورد، او اقدر ان انا استرجع بعض البيانات الموجوده عندي على الجهاز. او الذاكره دي طبعا ما تقدرش تحتفظ بيانات مسجله، ولكن برضو في عندنا بعض البيانات اللي انا اقدر احفظها
واقدر يبقى في عندي ملفات ظاهره او ملفات اقدر اخفيها من على الجهاز التليفون بتاعي او التليفون المحمول. تمام. في عندنا برضو بعض الادله المستخدمه في الاجهزه الرقميه طبعا زي الملفات زي ما احنا قلنا. في ملفات طبعا بتبقى ظاهره على اجهزه الكمبيوتر طبعا بانواعها طبعا والهاتف المحمول زي ما احنا قلنا، وبعض البرامج برضو اقدر استخدمها في ارسال واستقبال برضو بعض الرسائل تمام، وانشاء جداول وبيانات زي برنامج الاكسل. وفي عندنا برضو بعض الملفات واقدر استخدم الكاميرا في التقاط بعض الصور الرقميه او بعض الفيديوهات، او اقدر استخدمها في الوسائل التعليميه. وتعتبر الملفات دي عباره عن دليل الكترون طبعا، اقدر استخلص منه اي دليل الكتروني. وفي عندي برضو بعض صور لمحتويات الجهاز زي ما احنا قلنا، وفي بعض النصم وفي سجلات عندي اقدر استخدمها لبرنامج التشغيل زي ويندوز مثلا. وفي عندنا بعض الملفات المؤقته بتظهر على الجهاز الكمبيوتر، واقدر اخفي برضو بعض الملفات دي من على جهاز الكمبيوتر، وبناء عليه اقدر احصل على بعض البيانات والمعلومات من خلال الكمبيوتر، واقدر استخدم برضو بعض الملفات دي من خلال بعض المواقع والشبكات. واقدر يعني عندنا بعض المجموعات التجاريه طبعا اقدر احصل منها على الملفات اللي هي بتبقى موجوده على بعض المواقع. وعندنا برضو بعض الملفات خاصه برضو اقدر اتصفح منها المواقع على شبكه الانترنت، اقدر اخزنها كملفات على البرنامج عندي واحتفظ بيها، وبعد كده اقدر استخدمها طبعا. وكان عندنا من اشهر القضايا اللي حصلت عندنا القضيه بتاعت الدكتور ادكن دوت، هو كان بالظبط تمام، كانوا بيحققوا معاه على اساس ان هو كان محاضر جامعي، وكان هو بتقدر طبعا بيدخل على شبكات الانترنت، وكان بيتحصل برضه على بعض الصور الفاضحه لبعض الاطفال، وبناء عليه تم تحقيق معه على اساس ان هو تواجد عنده بعض الملفات المؤقته والملفات المخفيه زي ما احنا قلنا. عنده بعض الصور كان خفيها، وفي عنده بعض الصور اللي هي كانت ظاهره عنده. تمام. فبعض يعني في صوره واحده بس اللي ظهرت عنده في سجل الصور، ومحكمه استئناف الامريكيه طبعا قالت لنا ان هو ما كانش يجوز ان هو ادانته على اساس ان هو كان معاه صوره مربوطه في الملفات المخباه، وبناء عليه تمت ادانته، وان هو يعني لازم تقتصر الصوره الوحيده دي اللي هي كانت موجوده عنده في سجل الصور على الجهاز ما كانتش مخباه اصلا. تمام. وبناء عليه طبعا كان عندنا بعض الذاكره الافتراضيه اللي هي موجوده على الجهاز، يمكن استخدم من خلالها برضه برامج او من خلال نظام التشغيل اللي هو الويندوز بتاعي، على اساس ان يعني اللي هو الكورس الصلب بتاعي دوت هي موجود عليه بعض الملفات اقدر انشئها من خلال بعض البرامج او الملفات اللي انا بستخدمها، وبناء عليه اقدر يعني احتفظ ببعض الملفات، او بيبقى عندي ملفات محذوفه بس ولكن بتبقى موجوده على الجهاز نفسه. تمام. الملفات المحذوفه دي نظام التشغيل بتعمل على الكمبيوتر طبعا يحتفظ بها في الذاكره، فاقدر بناء على بعض المعالجه ان انا استخرج او استخلص الملفات اللي هي المحذوفه دي، واقدر استخدمها كدليل من الادله الالكترونيه. وبرضه في عندنا بعض البيانات اللي بتبقى مفقوده برضه او فيها مشكله برضه في التحصل على الدليل الالكتروني، وبرضه بعض الخبراء المتخصصين الفنيين يقدروا يقوموا برضه بالحصول على البيانات اللي هي المفقوده ديت او فيها مشكله او فيها عقد يعني، وبمعالجتها يتم استخلاصها ويمكن اعتبارها كدليل من ادله الدليل الالكتروني. تمام. وعندنا برضه بعض البيانات اللي هي يعني ما فيش استخدمها لا تصلح اصلا، يعني في بيانات اقدر استخدمها كدليل وفي بيانات ما اقدرش استخدمها كدليل. هنتكلم برضو عن البيانات اللي هي تصلح كدليل. تمام.
برضو بعض البيانات الرقمية طبعا زي ما احنا قلنا بتختلف وبتتنوع، زي ما احنا قلنا كده الحروف والأرقام دي وبعض الأقوال والأصوات، بمعالجتها أقدر أستخدمها كبعض معلومات وكبديل إلكتروني. تمام. وزي ما احنا قلنا برضو بعض الحروف اللي بستخدمها والأرقام وعلامات التقديم زي برامج الـ HTML اقدر استخدمها بطرق مختلفه، واقدر اعتبرها كدليل الكتروني، واقدر استخدم برضو الماسح الضوئي اللي هو موجود عندي على الطبعه، او اقدر اصور بعض الصفحات من كتب معينه واقدر استخرج منها بيانات، واقدر اخزن البيانات دي عندي على الجهاز، وبعد كده اقدر استخدمها كدليل زي ما احنا قلنا من الادله الرقميه. تمام. فعندنا بقى ذات نفس في حاجه اسمها الشريط الممارة، انا اقدر برضو استخدم الشريط الممارة دوت زي عندنا اللي هي فيزا كارد، او بعض البطاقات المستخدم للسداد زي بطاقات الائتمان مثلا، اقدر استخدمها مثلا. طبعا احنا عارفين طبعا تبقى تحتوي على بيانات ذات نفس الشريحه اللي هي موجوده على الشريط الممارة دي، بتحتوي على بيانات خاصة بالعميل بذات نفسه، وأقدر أستخدمها لشراء أو تبادل بعض العملات من خلال استخدام بعض البطاقات السعر النقدي أو البطاقات الائتمان. تمام؟ فعندنا حاجة وقفنا عند البيانات الصوتيه. زي ما احنا قلنا طبعا ان اي انسان بيتكلم في الميكروفون بتاعه، زي ما انا بتكلم كده طبعا في صوت، اقدر اسجل الصوت ده طبعا عن طريق شخص بيرسل الصوت وشخص مستقبل الصوت طبعا، وبناء عليه اقدر اخزن الصوت ده واقدر استخدمه بعد كده في بعض المعالجات الالكترونيه، وان انا اقدر اعتبره كدليل الكتروني او دليل اثبات لحوار معين تم في غرفه الدردشه زي ما احنا في نفس الوقت كده بنتكلم مع بعض اهوت وبنسجل، ونقدر نستخدم الدليل دوت كدليل صوتي، واقدر استخدمه كدليل الكتروني في نفس الوقت. في عندنا برضه تحويل الحديث الى نص مكتوب، في عندنا بعض البرامج اللي بتستخدم في تحويل الحديث اللي احنا بنتكلمه دوت لنص مكتوب، يعني انا اقدر اتكلم يعني مع البرنامج دوت ويحول لي الكلام الصوتي دوت الى نص مكتوب زي برنامج الوورد. تمام. ودي طبعا بتبقى برامج متخصصه، واقدر استخدمها برضو في تحديد الاشارات الصوتيه، والبرنامج ده بيقوم بتحويلها الى نص مكتوب عباره عن كلمات وحروف، واقدر استخدمها كمعلومات وكدليل الكتروني، يستخدم بعد كده في حفظ وتخزين الملفات الصوتيه اللي بيتم تحويلها الى نص مكتوب. تمام. فعندنا برضه ملفات اقدر استخدمها في اتصال، وملفات للتعريف عن برضه بعض المواقع عن طريق شبكه المعلومات والانترنت، زي ما احنا قلنا في عندنا عنوان الاي بي دوت اللي هو الخاص بكل مستخدم، اقدر استخدمه عشان اعرف الشخص اللي داخل على الموقع دوت والتوقيت اللي يعني قام على الموقع، واقدر اخزن معلومات برضه من خلال بعض الملفات اللي هي بيسموها اللي هو اللوج فايلز، او بعض الملفات التعريفيه اللي بيسموها كوكيز ديت، اقدر اعرفها من دخلت امتى واتخرجت امتى من على الموقع، واقدر استخدم برضه تواجدك على الموقع دوت كدليل الكتروني على تواجدك على الموقع وقيامك ببعض الجرائم او بعض الافعال الغير مشروعه. تمام. واقدر استخدم برامج المراقبه والقصد والتتبع، زي ما احنا قلنا بعض الشرائح الالكترونيه اللي بتستخدم على بعض المركبات، زي ما احنا نشوف في القانون المصري بقدر اوضع شريحه على السياره واقدر اتبعها واعرف مكان تواجدها، يعني اذا قام بعض المجرمين بسرقه السياره وقام باخفائها اقدر كمامور ضبط قضائي اقدر اوصل لمكان السياره عن طريق البرنامج اسمه الجي بي اس اللي هو بيسموه الموقع الجغرافي العالمي. تمام. واقدر برضو اعرف من خلال الهاتف المحمول عن طريق استخدام بعض الشرائح
الاتصال، اللي هي زي ما احنا قلنا بتصدر اشارات معينه للافراد في الشركات المحمول، واقدر من خلالها اعرف على تواجدك في المكان والزمان او عدم تواجدك، من خلال برضه ان انت مستخدم بترسل الرسائل النصيه لشخص معين قام باستقبالها، وفي الحاله دي اقدر اعرف المكان والتاريخ والوقت اللي قمت بارسال المعلومات من الجهاز اللي بتستخدمه كوسيله من وسائل الاتصال. وفي عندنا برضه بعض برامج التواصل الاجتماعي زي موقع الفيسبوك وموقع التويتر او موقع الواتساب، اللي هو بيستخدم كوسيله من وسائل لتبادل المحادثات المكتوبه او الصوتيه او المرئيه. تمام. وفي عندنا بعض المستندات والرسائل والاوراق التي لها قيمه اثبات، زي ما احنا قلنا اقدر استخدم واستخلص الدليل الالكتروني من بعض المستندات الالكترونيه زي العقود، وتستخدم العقود الالكترونيه وبعض الفواتير للشراء الالكتروني وبعض الوسائل الرقميه تقدر ابعتها من خلال البريد الالكتروني بتاعي، كاعتبرها كمصدر للدليل الالكتروني اللي بيتم ارسال واستقبال بعض الوسائل الالكترونيه، واقوم بحفظها من خلال ملفات معينه سواء كانت ملفات مكتوبه او ملفات صوتيه، اقدر اعرف بها مدى استخدامك للموقع او البريد الالكتروني والتوقيت اللي تم ارسال تلك الرسائل من خلال البريد الالكتروني. وفي عندنا برضه بعض الوسائل المرقبه والتحكم في اجهزه الاتصال من خلال بعض البرامج التقليديه. ودي طبعا دي كانت وسيله تقليديه للمراقبه، زي ما احنا قلنا ان انا اركب برضه بعض الوسائل الالكترونيه عن طريق الصوت اقدر اسجل، او عن طريق بعض الكاميرات اقدر اسجل على تواجد الشخص في مكان الجريمه، او اقدر اركب برضه بعض وسائل التنصت والمراقبه بصوره فرديه عن طريق ميكروفونات او كاميرات خفيه طبعا مش ظاهره للغير يعني، واقدر اسجل الصوت والصوره الشخص سواء كان بقى على مقربه من المسكن او موجود في مكتب او في مصنع او موجود في السياره نفسها. ودي طبعا بيستخدمها بعض الازواج لمراقبه زوجاتهم، او بعض كبار السن بيستخدموها لمراقبه الاطفال يعني اولادهم، يعني اذا وقعت مشكله يقدروا يتدخلوا لحل المشكله. وفي عندنا برضو بعض الاجهزه اللي بيستخدمها في التقاط المحادثات، اللي هي بتتم من خلال الهاتف المحمول اقدر اسجل بعض المحادثات ومن خلال الهاتف المحمول. وفي عندنا طبعا سلطات الضبط والتخطيط بيقوموا باستخدام الهاتف المحمول كدليل من ادله الاثبات في بعض الجرائم الالكترونيه طبعا. وفي عندنا طبعا بعض الاشخاص العاديين اقدر استخدمهم كمراقب سمع او بصري لعما يدور بالقرب من خلال الهاتف المحمول طبعا للشخص المراقب ذات نفسه، يعني اقدر اتنصت على مراقبات اشخاص حوالين الجهاز اللي هم بيستخدموا الجهاز الهاتف المحمول سواء كان الجهاز مغلقا او في الاستخدام. تمام. وبناء عليه هنا نقدر نقول ان احنا نقدر برضه نشغل برضه بعض الكاميرات الاجهزه الرقميه يعني دون علم صاحبها طبعا، زي ما احنا قلنا عن طريق ارسال بعض البرامج من خلال الهاتف المحمول، والبرامج دي اقدر استخدمها في فتح الكاميرا واقدر انصت على الشخص من خلال استخدام الكاميرا.